ما فيكي تهربي من الحقيقة مايا. أنا هلأ بدي أعترف إنه أنا عملت هذا الشيء كله لحالي. هاد وهاد وهون هالعلامات واتهامي كله غلط. والدليل على اتهاماتي هدول كل علامة وجرح على جسمي أنا عملتن وسببتن لحالي. هاد كله بسببي. ايه صح، معك حق سانج، أنا مجنونة. صح، أنا وحدة مجنونة، بس اللي بتكون مجنونة مثلي كمان هي أكيد ما رح تتوقع وجود وحدة ذكية مثلك لتبين شو الحقيقة. ولا وحدة فينا بتحب تكون مجبورة على هالشي، لأنه هي الوحيدة يلي إلها الحق بجسمها. مو مهم أبداً هي مين بتكون، إذا واثقة بحالها أو إذا كانت صاحبة شركة أو إذا كانت بتشتغل خدامة أو حتى كانت بتشتغل معلمة مدرسة، وإذا هي كانت بتحب زوجها كتير ومن كل قلبها مين ما كانت. أبداً ما حدا بكل هالدنيا بيقدر إنه ياخد حقها بجسمها لو مين ما كان يكون. هي حقيقتي أيان. أيان بيكون أخوه لزوجي. أنا قلت إنه أكيد أخوه لزوجي لازم يكون مثل رفيق لإلي وأكتر شوي كمان. رفقتك كتير منيحة، لما أيان حاول إنه يلمسني كنت عم حس كأنه في كتير شغلات عم تمشي على كل جزء بجسمي. أيان بترجاك روح، أيان اتركني بترجاك. بوقتها أنا حسيت بالقرف من كل شي، حتى إني كرهت حالي كمان.
صارت تدور ألف فكرة براسي مع بعض. صرت فكر إنه أنا شو عاملة حتى استحق هالشي كله. أيام بهداك اليوم خزق لي كل تيابي، وهو كمان جرحني. هو كان عم يحاول يشلحني كل تيابي. واليوم كمان مرة تانية أنا شلحت تيابي هون بقاعة المحكمة قدامكم كلكم. انتي كنتي رفيقة عظيمة، انتي صح احسن رفيقة عند ايام، بس بتقدري تكوني انسانية لو شوي؟ من لما ايام قرب مني ولمسني بهداك اليوم، لما بتطلع على حالي بتذكر الحادثة وبترجع لي افكار كتير بشعة وما بحس اني منيحة ابدا. لهيك عن جد انا حاسة حالي رح جن. لهيك عن جد حاولت انتحر اكتر من مرة، بس أرجل كان دائما يمنعني من هالشي، وهو قال اني انا سبب قوته وهي معركتنا نيناتنا. بس انا ما فيني كمل بهالشي، ما بقى عندي القدرة على هالشي، خلص ما بقى فيني عن جد. بترجاك وكمان في كتير جروح لسه، بس أنا ما بقدر أني ورجيك إياهم. أنا ما بيهمني العقاب اللي بدك تعطيني إياه لأنه ما رح يفرق معي. الاغتصاب التهمة الوحيدة بالعالم اللي بتكون فيها الضحية هي المتهم، وبتصير ما لها أي مكان بهذا العالم. أنا قدام العالم كله هلأ متهمة وضحية بنفس الوقت. أنا كثير آسف، هذا غلطي. أنا قلت لهم كل هاد وهنين. أنسى سانج مانثور، بدك تعرفي شي لسه؟ أو تتهمي أكتر؟ حضرة القاضية، شو الدليل إنه أيان اللي عمل هيك؟ لأنه يمكن تكون مايا أو يمكن أرجو. أنسى سانج ماثور، أنت وحدة كتير حقيرة أكتر ما ممكن يتخيل أي حدا بالعالم. سيد شار، محترم حالك. حضرة القاضية، مايا عم بتكذب وزورت كل شي. هي عملت كل هالشي لتحاول تنسينا الدليل. حضرة القاضي، الدليل معي هون. إذا الأنسة مأثورة بتعطينا الفرصة لنبين الدليل ونتابع القضية. هذا التقرير الطبي، التقرير كتير واضح وفيك تشوفي شو مكتوب فيه. هو بيقول إنه مايا انجرحت، وطبعاً كل جرح فيه أثار دي إن إيه المتهم أيان. حضرة القاضي، هذا التقرير كذب مثله لأنه أنا ما عملت شيء أبداً. أيان، إذا بتجيب سيرة مرتي أنا رح أقتلك شيء، فهمان؟ رح أقتلك أيان، رح أقتلك. النظام سيد شارما.
الشيء اللي عم تعمله مانو مقبول. لو سمحت لا تعمل هيك. عود. أنسى ماثور لو سمحتي. حضرة القاضية، أنا بعتذر من المحكمة على الشيء اللي صار. هذا مو دليلي الوحيد، عندي كتير دلائل. بأكد لك إنه كل دليل عندي بيثبت بكل وضوح إنه أيان شارما هو اللي حاول يعتدي على مايا. وطبعاً أنا عندي تسجيل كاميرات المراقبة بهديك الليلة. سيادتك، أنا بطلب تعطيني الإذن لحتى أعرض التسجيل. معك الإذن. عمل ترتيبات لعرض التسجيل. حضرة القاضي، وهلا أكيد بعد ما شفنا كلياتنا التسجيل ممكن يكون كذب؟ هالشي كذب، أنا ما عملت شي أبداً. لازم تعرض تسجيلات كل الكاميرات، مو تسجيل كاميرا واحدة بس. لأنك أنت ما تركت غير هالكاميرا شغالة، ما كنت بتعرف هالكاميرا لهيك تركتها. هو خرب كل الكاميرات اللي كانت موجودة. وهو كان خرب هاي الكاميرا كمان لو عرف فيها، مشان ما حدا يعرف شو عمل. أنا بدي أعترض، مايا اللي خربت كل الكاميرات الموجودة مشان تقدر تبين إنه اللي صار هو إنه أيان حاول يعتدي علي. هذا غير إنه الاعتداء ما صار فكلها. حلو حلو كتير أنسة ماثور، كلامك هذا عجز كتير بخبرتك بالقضية، وحسب حكيك هذا أكيد قضيتنا بتكون قائمة. بس إذا موكلك نجح بالاعتداء على موكلتي وهالشي مانو منطقي. حضرة القاضي، هذا الاعتداء والجريمة كانت رح تنجح لما وصل شخص لموقع الحادثة ووقف أيام بآخر لحظة. حضرة القاضي، بدي استأذن منك واستدعي الشاهد، شاهد عيان للحادثة. معك الإذن. أنت الشاهد الوحيد يلي بيقدر يشهد مع أيان. بكرة ما رح روح على المحكمة. أنا رح أقول الحقيقة. حضرة القاضي، هذا السيد سماي أهوجا، خطيب الأنسة ماثور. الأنسة ماثور طلبت بعد الحادثة إنه يغادر المدينة. هي خافت لأنه شهادة السيد سماي رح تثبت وتأكد إنه موكلها هو الجاني.
لهيك أنا بحب أتشكر كتير جهود قسم الشرطة اللي بمساعدته جابوه لهون. وهلأ ممكن تخبرنا ليش هداك اليوم رحت عبيت مايا؟ أيان كان شربان بهديك الليلة، كان شربان ومعصب كتير. رح أعمل أي شي كرمال أخي، أنا رايح. أيان أيان كنت خايف عليه لأنه هو راح على الموتور، لهيك فكرت إنه لازم وقتها روح وإلحقه وأتأكد إنه هو تمام. نقطة مهمة حضرة القاضي، هو كان خايف إنه يصير شي سيء. ساماي لما وصل عبيت مايا بهداك الوقت شاف إنه أيان عم يحاول يعتدي على مايا، شفته ولا ما شفته؟ أيان كان شربان لما لحقته أنا. وإذا كان شربان شو يعني هالحكي؟ شو اللي صار بوقتها؟ أيان شو كان عم يعمل؟ مايا شو كانت عم تعمل؟ رح أقول مايا كانت على الأرض وكانت عم تصرخ ساعدوني، وأيان كان فوقها. قلت إنه مايا كانت عم تصرخ وقتها، شو كانت عم تقول؟ كانت عم تقول يا أيان تعال ساعدني، ولا يا أيان تعال هون، ولا شو؟ كانت عم تطلب المساعدة، كانت عم تصرخ لهيك. معقول أنت بعد ما شفته ما خطر لك أبداً إنه عم يعتدي على مايا بهديك اللحظة؟ هي وهلأ على كل حال خبرني شو عملت بعدين؟ شلت أيان عن مايا وضربته كف على وشه. تركني! وأنت ضربته كف على وشه ليش؟ إذا ما كان أيان عم يعتدي على مايا بهداك الوقت فليش أنت ضربته؟ خبرني كيف كانت حالة مايا بهديك اللحظة؟ ثياب مايا كانت كلها مخزقة وكانت مجروحة بكل جسمها، كانت عم تنزف، كانت خايفة وعم تبكي. أنت منيحة؟ أيان أيان مثل كأنه بشكل واضح أيان كان عم يحاول يغتصبها. مزبوط؟ شكرا كثير لك سيد سامعي، فيك تروح هلا. حضرة القاضي، كل هدول الأدلة والتقرير الطبي، تسجيل كاميرات وشاهد عيان. حضرة القاضي، هاي القضية محاولة اغتصاب، بس الأنسة ماثور كانت عم تحول القضية لغير شيء وحاولت تعملها شغلات شخصية. حضرة القاضي، موكلتي مايا بتحب زوجها أرجون كتير وعلاقتهم منيحة. إمتى صار هالشي وكيف صار هالشي وليش صار هالشي؟ هذا الشي بتعلق فيها، ممكن تكون مايا مجنونة، بس حضرة القاضي حتى الشخص المجنون له حق على جسمه وما بصير حدا يعتدي عليه، ما حدا بحق له هالشي، حتى زوجها ما عنده الحق يعتدي عليها. بس أيان شهر ما اعتدى على موكلتي مايا وكلياتنا شفنا هالشي، هو لازم يكون هلا بالسجن مو برا يا سيادة القاضية، هو لازم ينحبس. هي اسمها محاولة اغتصاب وهي بتدرج تحت المادة 354، لهيك هو لازم ياخذ العقوبة القصوى. لا حضرة القاضية، هي قضية مزيفة، كل الدلائل وهمية. حسب كلامك معناتها انه خطيبك واحد كذاب. مايا عملت كل هذا بس لهون وبكفي، لما بتدافع عن موكلك بتمنى لا تنسي انه انت كمان مرة مثلها، على الاقل بيني شوية انسانية للحادثة.
حاولتي انك تزلي وتهيني الست مايا لدرجة كتير كبيرة، حتى انه هي تعرضت بالمحكمة لتثبت الحقيقة اللي صارت، انه هي تعرضت لمحاولة اعتداء. حضرة القاضية، اذا تعطيني لسه شوية وقت انتي رح تاخدي وقت كتير، لما موكلك رح يروح على السجن. اما هلا بعد ما سمعنا الشهود وتأكدنا من كل الأدلة، المحكمة وصلت لاستنتاج إنه السيد أيان شارما حاول اغتصاب السيدة مايا شارما عن سابق إصرار. وبالنتيجة المحكمة وجدت السيد أيان شارما مذنب بمحاولة الاغتصاب، رفعت الجلسة. سيد أيان، أنت ما بتخجل من حالك أنك حاولت تعتدي على مدرسة؟ سيد أيان، سيد أيان، أنت وينك طلعت مذنب؟ أنا ما عملت شيء، بتمنى تصدقيني إني بريء من هالتهمة. أنا مصدقتك إنك بريء. أنا رح كون ناطرتك لما ترجع. لا تخاف ابني، أنا قلبي حاسسني ومتأكدة إنه سانج رح تطالعك من هالقضية. اطمن رح تكون منيح، لا تخاف من شيء. يلا لازم نمشي. انتي رح تضلي تطلبي الكفالة وانا رح ضل واقف بوشك. انتي رح تتعبي من طلب الكفالة بس انا ما رح اتعب. ايان، ايان، استاذ بس سؤال، لو سمحت لو سمحت ما بدنا نحكي بشيء، ما في تعليق. لو سمحت جاوبني على سؤال واحد بس استاذ، لو سمحت رجعوا لورا، رجعوا لورا. الو جاوبني عليه بس استاذ، الو رجعوا لورا. الو خلص بقى، يلا رجعوا لورا، رجعوا مايا، رجعوا لورا اذا بتريدوا، يلا بسرعه رجعوا. رجعوا اعطينا تصريح صغير اذا بتريدوا لحدا يقرب. خليكم منتبهين، ما حدا يقرب عليها. استاذ، لو سمحت. هاي هي المرة اللي بهدلتها للست مايا كل الوقت جوات المحكمة. مسكوها بسرعة، مسكوها. سانج خلص بعدو عنها، اتركوها، هي بنتنا. سانج انتي مجنونة، انتي واحدة وسخة كتير وما عندك احترام. انتي خليتي مرة مسكينة تتعرج جوا بالمحكمة قدام كل الناس، انتي عن جد عار على البنات الشريفات. سانج اتركوها، خلص اتركوها. سانج يلا هذا حبر، سودوله وشها.
وقفوا. ما في حدا إله الحق يستخدم القوة ضد المرة وين ما كانت، لا بالصداقة ولا بالعداوة ولا بالعصبية ولا بالكراهية. هي قضيتي أنا لحالي، وأنا ما رح أسمح لكم إنكم تتدخلوا فيها ولا بأي شكل. حتى لو سانج أهانتني بالمحكمة قدام الكل، بس ما رح يكون في أي فرق بيني وبينها. لهيك أنا هلأ مو ممكن أتصرف مثلها. أنتوا ما بتقرروا عقوبة سانج، حدا تاني بيقرر عنكم. وقتها ما رح يكون في حدا قادر يحميه. وهلا إذا بتريدوا روحوا امشوا. مايا؟ شو؟ ليش طلعتي من السيارة؟ آسفة. يا أرجون، أنت شو عم بيصير معك؟ اليوم أنت حاربت شخص كنت دايماً تحارب مشانه. أنت كمان دمرت حياة هذا الشخص اللي كنت دايماً تعتبره أهم من حياتك. أنت كتير عم تغلط. كل هذا كان غلطي، لو ما قابلت آيان وما خبرته بشي ما كان صار كل هذا. ما راح خلي حدا مبسوط، لا أمي ولا سانج ولا مايا. أنا دمرت له حياته لآيان وشوهت له صورته، وهلا هن راح يعاقبوا لآيان لكل عمره على هالشيء اللي عمله، وهو ما كان عمله لو ما كان معصب ومزعوج مشاني. مايا، 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 كان عم يحاول يلمسني، كنت عم حس كأنه في كتير شغلات عم تمشي على كل جزء بجسمي.
المحكمة وجدت سيد أيان شارما مذنب بمحاولة الاغتصاب. رفعت الجلسة. سانج، أنا خسرت ساماي ومايا فازت علي. أنا آسف كتير سانج، بصراحة فكرت إنه لازم كذب عليهم بالمحكمة. لا ساماي، أنا ما بدي فوز باستخدام الكذب. أنا فكرت إنه الحقيقة رح تكفي لفوز، بس لا، مايا رجعت مرة تانية زورتها للحقيقة كمان، وهي مرة تانية قدرت تخلي أرجون بعيد عن عيلته. سانج، قراراته لأرجون مو مسؤوليتك أنت. أنت هلأ لازم تركزي على كفالته لأيان، ولازم تركزي على وضع عائلته وعلى وضع العمة فاندا وعلى وضع أهلك كمان. انسي مايا وأرجون هلأ، لا بقى تفكري فيه. رح يكون كتير صعب إنه أنسى. أنا فشلت ساماي، اليوم أنا خسرت قدامها البنت اللي ما قدرت تخلي الحقيقة تبين للكل. أنت كيف رح تقدر إنه تقضي حياتك معه؟ ممكن تتركني لحالي هلأ؟ خليني لحالي شوي، تركني. الحياة مو لعبة وتنافس يا سانج، وحتى لو الشخص فشل له الحق بإنه يعيش، وكل واحد بهالحياة بياخد فرصة ليثبت وجوده، ونحن منفقد الحق بإنه نعيش لما منستسلم ومنيأس، مو لما منفشل. لا تستسلمي للشي اللي صار. ارجعي ودافعي عن الحق. مايا انت شو عم تعملي؟ أرجون هالعلامات ما عم تروح، شو بدي اعمل هلا؟ انا صرت وحدة وسخة، جسمي كله صار وسخ ورح يبقى هيك، والكل شافوا هالعلامات على جسمي. أرجون ممكن تقلي انا شو لازم اعمل هلا؟ كيف بدي اخبي حالي من الناس؟ هلا مايا صدمتها كتير قوية، انت لازم تنتبه عليها كتير منيح. اذا بتريد لا تتركها لحالها ابدا. مايا لو سمحت لا تلمسني، إذا بتريد أرجون لا تلمسني، خلاص خليك بعيد عني، تركني لحالي، أنا ما بستاهلك هلا، صرت وحدة وسخة، أنا ما بستاهلك، خليك بعيد عني، تركني أنا هلا صرت وحدة وسخة. مايا أرجون بترجاك تركني، خلاص تعي أرجون بترجاك. مايا تعي. مايا انت مو وسخه، انت نظيفه، واذا انت ما بتستاهلي تكوني معي انا ما بدي اعيش بهالحياه. كل جرح صار بجسمك هو جرح بجسمي وبروحي، وراح يضل كل العمر. انت عمري مايا، ورح كون سندك وقوتك، ورح أبقى معك كل العمر. ورح تبقي بقلبي، ورح تكوني دقاته كمان. نحن ناقصين
بس منكمل بعضنا ورح نبقى سوا على طول العمر. بدي اياك تكوني قوية ومطمنة لأنك رح تبقي بحمايتي لحتى موت. انت شو بدك هلأ؟ ليكي سانج وقفي بك فوراً وخبريني انت شو بدك هلأ؟ قررتي تضلي مزعوجة وقاعدة عم تبكي كل عمرك وحياتك؟ وقررتي تشيلي مشاكل الدنيا والناس وتضلي راكدة وراهن؟ وأنا متأكدة إنه راح يصير لك شي من هالموضوع، كل همك وحياتك هو اللي صاير مع أرجون، وإنتي ما عندك ولا لحظة مشان تفكري فينا. وآخر شي بتجي لعنا وبتقولي إنه مايا مريضة نفسية ومهووسة بأرجون. لا، اسمحي لي إلك إنتي هلأ اللي غلطانة. بصراحة أنت المريضة النفسية والمهووسة بأرجون، وهلأ أرجون راح معه وتركك. عم تسمعيني؟ إذا لسه جواكي شوية كرامة صغيرة تركي لأرجون وضلي مع سماي، لأنه هذا الإنسان بيحبك كتير وبيحترمك. سانج، أنت جربت كتير وحاولتي إنك ترجعي بس ما مشي الحال. بقى لو سمحتي شيلي من حياتك لأنه في شخص بيحبك وناطرك. بوسي ايدك يا سانج، فهمي علي شو عم اقول. انت لازم تعرفي كتير منيح انه السعاده ما رح تجي لعندك لحالها، واذا انت هلا ما فهمتي علي اللي عم اقوله بدك تبقي هيك كل عمرك قاعده لحالك عم تبكي ومزعوجه. شو قولي لي يا بنتي، انت بتتمني تبقي بهالشكل كل عمرك؟ لي شو أعمل بابا؟ لأني بصراحة ما عم أفهم شيء. اهدي اهدي حبيبتي. بتعرفي شو؟ السعادة ما بتغير الإنسان قد ما بغيره الزعل، وأنا ما بدي إياكي إنه تتغيري. اسمعيني منيح يا بنتي، ركزي بس على سعادتك بهي الحياة واتركي الحزن للي بده إياه. روحي دوري على سعادتك. إيه سانج، أنا ما بتوقع أنك رح تلاقي شاب منيح مثل سماي، وبصراحة هو شريك حياة مثالي. انت كان معك حق أرجون، نحن لازم نبقى مع بعضنا طول العمر، وأي شي بعمله لنكون سوا بيكون قليل ولازم أعمل أكتر لأحميك. خدي هدول هلأ وبعدين بخبرك شو لازم تعملي، بس ساوي مثل ما بقلك. لا تخافي. أيان بترجاك، خلاص أيان ساعدوني. ما حدا بيقدر يوقف بيني وبين أرجون، ما حدا بيقدر يبعدني عنه. أرجون إلي وبس. أنتوا ما بتقرروا عقوبة سانج، حدا تاني بيقرر عنكم، ووقت ما في حدا رح يكون قادر يحميه. بتمنى من قلبي تكوني فهمتي تحذيري منيح سانج، لأنه المرة الجاية ما رح أرحمك نهائياً إذا غلطتي أو حاولتي توقفي بيني وبين أرجون. اليوم أنت صرت ملكي لحالي أرجون، إلي وبس. For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.